بس المفاجأة بقى إن في حد له الفضل عليا، علمني الطبخ، بستمتع وأنا بطبخ. هي ست فنانة في المطبخ بجد. اتفضلي يا عزيزة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا محضر لك حاجات جميلة. إيه يا أستاذ يا أستاذ؟ ركبي وجعتني. ليه كده بس؟ يا خبر أسود. الحاجة دي دخلت هنا من غير ما نعرف ولا نشوف. معلش يا عزيزة أنا آسف. آسف إني عطلتك. ما أنت عارف إن العربية سايباها لوحدها. ما خلاص يا عزيزة، قلت آسف. هموت اعرف الست دي ازاي كانت في الاستوديو. اقطع هوا يا سمير بسرعه. ما ينفعش ما ينفعش. ثواني بس اظبط المايك عشان الجماعه بتوع الصوت بيزعلوا. وماله؟ بقول لك يا عزيزه سيبك من التكليف واستاذ حمزه، دي البت جمالات بتقول لي يا حمزه، قولي لي انت كمان، قولي لي ياض يا حمزه، ده انت حبيبي. في جاز شطانه. ماشي يا زيزو، بس انا ما كنتش عايز اشيل التكليف. خلاص ماشي. مهم هعملك النهارده كبده اسكندراني على ابوها. يا سلام، وانا محضر لك شويه حاجات برضو على ابوها جدا عشان تعملي لنا الحاجات دي. لحظه واحده بس، ده انا بنبسط انبساط معاك يا زيزه. والمطبخ سلام، فين ايامك؟ ايه الحمد لله الحمد لله. عاوزك بقى يلا بقى قولي لنا المقادير. هو القرف اللي بيحصل ده انتوا مرتبينه؟ مرتبينه ايه؟ انا اصلا مش عارفه اعمل ايه. والست هانم رئيس التحرير ايه؟ هوا؟ والله العظيم ما اعرفش. انا عايز افهم الحاجه دي دخلت الاستوديو ازاي؟ حضرتك يا بنات دخلت الاستوديو يبقى دخلت من الباب. ازاي دي بقى؟ اكيد خطفتها كده. اتهرب؟ انت كانت نمر ايه؟ كانت لابسه طاقيه لك يعني؟ خلاص ازاي دخلت وما شفتهاش؟ خلاص يا شريف اقطع الهوا، اعمل ايه؟ ما ينفعش يا هي، ما ينفعش. طب انا اعمل ايه؟ سمير طلعوا لي فاصل. استاذ حمزه، استاذ حمزه عايزين نطلع فاصل. فاصل ايه يا ابني؟ لسه ابتدينا. يلا بلاش كلام تاني. طلعوا ورقه وقلم واكتبوا المقادير. المقادير نص كيلو كبده جاموسي او بقري او مجمده، اظن دي بقى ارخص حاجه. عشان تعرف يا استاذ ان احنا بنساعد في التوفير وعشان الاقتصاد كمان. يا سلام، ومن هنا سميت حصه الاقتصاد والتدبير المنزلي. يا سلام عليك يا زوزو يا جميل. يلا هنقول بقى ايه. اول حاجه هنجيب فلفل احمر مولع وحبيتين فلفل اخضر. تمام ماشي. بس انا عايز اقول للساده المشاهدين اللي عنده بواسير ما يكونش لا الفلفل ولا الشطه، اديني نبهت. الله عليك الله عليك. فعلا اللي عنده بواسير بيتعذب من الشطه. بواسير ايه يا استاذ؟ بس بواسير ايه؟ بواسير ده مرض. بواسير بواسير. قول يا زوزو. خلاص ممكن ياكل برضه الفلفل والشطه ويدن مرهم من جلوب نكاكين ده. ممكن ياكل ويدهن مرهم جلوب نكاكين ده بالظبط. مش هنغلب يعني. تمام قول يا جميل. حط بقى هنا. بص بقى. هنجيب الزيت. اساعدك؟ يا ريت. اصل انت معلماني. الزيت ماشي. ده انا تربيت ايدك. ونحط الثوم عليه ونشوحه قليلا قليلا. الله عليك. امال يا استاذ. عند عزيزه تجد ما يهمك. تمام. المهم زي ما قلنا بقى الفلفل الشطه المولع والفلفل الاخضر. وتجيب ثلاث معالق خل. عايزه كم فص توم؟ طبعا. وفصين توم ثلاثه. اتنين. خدي. وتستعمل بقى زيت عباد تومين انت ومزاج الاكيله. يا ريت بقى اخواتنا في الكنترول ينزلوا لنا المقادير على الشاشه. يلا اكتب المقادير يا استاذ. اكتب. ما ينفعش ما تكتبش بعد ما قال اكتب. انا حسابي مع الراجل ده بعدين. ما انا قلت لك نقطع الهوا والله. ما ينفعش. حمدي بيه بعت لي وقال لي ما تقطعش. فتحي الست دي دخلت واحنا في الاجتماع اكيد. ده اكيد يا استاذه. زائد ان انا شايف ان هي مش عامله لنا اي مشاكل على فكره، ده الموضوع ده ممكن يخلي فيه مشاهده اكتر. افتكروا الكلمه دي كويس. استني يا زيزه ما انا اجيب لك دي تقطعي عليها اللي انت عايزاه. هنحط ايه بقى يا سيدي؟ ثلاث معالق
خل كبار. ثلاث معالق خل كبار. وعصير ليمون. ماشي؟ ماشي. قطع لي الليمونة دي. عينيا. وملح وفلفل، آدي الملح. وآدي الفلفل. ماشي؟ ماشي. ونشوح كده التوم في الزيت قليلا. الله، قليلا، حلوة قليلا دي يا عزيزة. أمال، والنبي ما أجيب الفلفل. يا ظهري. ناول الفلفل ينوبك سوا فيا ظهري وجعني. لا الف سلامة الف سلامة يا زيزو. انا رحت المستوصف، ما انا قلت لك يا زيزو، والدكتور قال لي لازم تعملي علاج طبيعي. قلت له يعني ايه؟ اكل من اعشاب من الارض؟ اعشاب ايه؟ لا طبعا انت فاهمه غلط. ما اعرفش بقى، قال لي لازم تعملي علاج طبيعي وتعملي مساج. مساج مساج. قول لي ما يسماش ده مساج مساج او ما يسماش. المهم هنجيب بقى الفلفل الاخضر ده اللي انت جبتولي. قطعته ما قطعتوش ليه؟ حالا اهو. طب لا مؤاخذه يا اسطى. ماشي. وهنجيب فصين توم او ثلاثه وملح وفلفل اسود. حلو الكلام؟ حلو. وشطه عشان يولعوا كده. وبعدين تكملي لي المساج. قلت له لا يا اخويا، وانا اجي عندك عشان تجيب لي راجل يقعد يفعص في رجلي وظهري وجسمي؟ لا يا اخويا ليه يعني؟ ده ايه الفضايح دي بس يا ربي؟ انت بتضحك على ايه؟ بصراحه بضحك على يفعص، بصراحه ست دي مسخره، رهيبه رهيبه تحفه. طب بص قدامك وعدي بسكاتك. حاضر هلقطك حاضر. طب ما في ستات يا زيزه بيعملوا المساك ده. لا يا اخويا انا ما بحبش ابدا المساك ده، ايدين راجل احلى. يا ولية الله يحفظك. وبعدين كملي بقى العمايل دي. بص بقى شوحنا التوم اهو لغايه ما بقى لونه ده بيجنن. هتجيب بقى الكبده وتضيفها. انا مش ما نقعتهاش، اديني طبق لما نقعها بسرعه اتبلها. طيب حاضر. يوز الخيبه. خدي ده. معلش معلش معلش، البرنامج برنامجك براحتك خالص. حسن ان قاعده في بيتنا والنبي. لا حد مستعجل؟ انا مهلنا اهو. هتعملي كده. تبلي الكبده تتنقع. وتنقعيها. وبالليمون. ماشي. والخل. ايوه كده، ساعدنا الله يسيئك. حاضر عينيا. وتعمله زي ما بعمل كده. خدوا بالكم بقى، خدوا المقادير وشوفوا زيزه بتعمل ازاي، انا مجربها رائعه. بس خلاص زي ما قلنا بقى، شوحنا اهو بقى لونه ذهبي وجميل. ايوه. هنضيف بقى الكبده اهو. يا سلام. وخلي بالك يا وليه انت وهي، الخل والليمون اخر حاجه. اخر ايه؟ حاجه. وتقعد تقلب فيها كده اهو على نار هاديه لغايه ما تحس انها استوت. يا سلام. وكده تبقى دي كبده عزيزه. عارف الفرق يا استاذ بين كبده الناس وكبده عزيزه؟ لا مش عارف. التوقيت. التوقيت في الخل والتوم، هما بيحطوا الخليط بدري، انا بحطه متاخر، وهو ده الفرق. يا سلام يا زيزه. يا سلام. الا قولي لي، مش عاوزه تقولي حاجه لجمهورك يا زيزه؟ يا استاذ، عايزه اقول لهم الاستاذ ده اتحمل مسؤوليتي عشان يطلعني في التلفزيون ليكم. وخباني في الاستوديو عشان اعلمكم فن طبيخ عزيزه. عشان هو برضه بيقول ان انا احسن طباخه اكل اكله، ويا رب يا رب اكون نجحت في انكم تاكلوا كبده بطعم عزيزه. يا سلام. بقول لك عزيزه، معكيش رغيف عيش؟ في يا اخويا. تعرفت منين انه هنا العيش؟ بقى انت بقى اللي ورا كل ده. ماشي، انا حسابي مع اللي مشغلك. كمل نومك، عامل نفسك نايم كمان. لينا نوم شويه. هروب يا زين. بقول لك ايه يا استاذ؟ قولي. ما تجيب العيال اللي ورا الكاميرا ياكلوا معانا لقمه، حرام يعني. والله عندك حق. يلا سيبوا الكاميرات وتعالوا. يلا يلا بسرعه.
ثواني وهتستوي وهتاكلوا احلى كبده. يلا كلهم، انتوا ايديكم ما تتكسبوش. عيش اهو. ايوه ايوه كده. اعملي سندوتشات بقى. استني اقلب. خلاص كده بقى، انت هتعدل عليا ولا ايه يا استاذ؟ لا لا لا، ده انا تلميذي يا استاذه. كوري انت صفيفه ما اكلتيش، امسكي. تتكسبي. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ قولي. وزينا على لحم بطني وعين امه من الصبح. ابتدي ياكل معانا النوبه في ثواني. تعال تعال.